شكرا على هذا السؤال اللي هو جد مهم. فالملعب ديال العربي الدولي موجود في حلته الجديدة، والافتتاح ديالو إن شاء الله غيكون مناسبة الدوري ديال كأس العرس للكرة النسوية اللي تنظمات على صعيد جهة الدار البيضاء ستات. النهاية غتكون في جويي بمناسبة عيد العرش، ومن بعد الملعب غيكون موجود لاحتضان المباريات ديال الرجاء والوداد، الفرق ديال الدار البيضاء اللي في الحقيقه تمحنات في هذه السنين الاخيره او السنه الاخيره بعد ما تغلق ملعب محمد الخامس. اذا الملعب الجولي غيكون هو الالترناتيف ان شاء الله ديال ملعب محمد الخامس، في اطار هو باش يكون موجود في الشهور القادمه كذلك. اكيد سي جوطاف، الملعب العربي الجولي يعني كان اخبار تروج على انه من بين الملاعب الثمانيه اللي غادي تهيئهم مدينه الدار البيضاء من اجل احتضان منافسات كاس امم افريقيا. من اجل الاحتضان بطبيعه الحال، ولكن كان سباقين كجامعه ملكيه مغربيه لكره القدم بان الملعب العربي الجولي توجد ماشي في هذا الاطار ديال كاس افريقيا، توجد باش يكون بديل الملعب محمد الخامس في انتظار باش يكون موجود. اذا الملعب ديال العربي الجولي موجود الان.